ومن كريم نروح سريعا لمحمد توفيق زميلنا من محيط ملعب المباراه. مساء الخير يا محمد. يبدو ان الصوت في حاجه لان مساء الخير يا محمد، سامعني؟ مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن سامعك كابتن ايمن مع حضرتك. ايه اخبار الاجواء عندك؟ طمني. يمكن اجواء اكثر من رائعه، يمكن جمهور النادي الاهلي متواجد منذ الثالثه عصرا هنا كابتن ايمن. يمكن طبعا تم فتح الابواب في تمام الساعه الرابعه، ولكن جمهور النادي الاهلي كان موجود وبكثافه. جمهور النادي الاهلي بصوره اكثر من رائعه اقبال على كافه البوابات المخصصه ليه، سواء الثالثه شمال او كمان المقصوره الراسيه. دور اكثر من رائع هنا من رجال وزاره الداخليه، سواء في عمليات التامين او في تسهيل دخول الجماهير. يمكن كمان الشركات الوطنيه، سواء شركه تذكرتي او كمان الشركه الافريقيه، قايمين بدورهم على اكمل وجه. دور وطني محترم جدا في مثل هذه الاحداث، خاصة مباراة القمة كابتن أيمن. وكمان جمهور النادي الأهلي مساعدهم بشكل كبير جدا، سيولة ويسر تام في عمليات الدخول. يمكن كمان تم تخصيص بوابات مخصصة لدخول السيدات، بجانب طبعا كل الأمور مسهلة جدا لجمهور النادي الأهلي. يمكن درجة الحرارة مرتفعة شوية، بنتكلم في 37 درجة مئوية، ولكن ده ما منعش جمهور النادي الأهلي من التواجد ووجوده. كمان يمكن جمهور نادي الزمالك تم تخصيص ليه مدرجات الثالثة يمين المطلة على بوابة النصر من شارع النصر في الناحية المقابلة من الناحية الأخرى. ولكن الأمور هنا أكثر من رائعة، سواء من جمهور النادي الاهلي او كمان من كافه الجهات الوطنيه القائمه على تنظيم المباراه، وبالطبع الامن الاداري التابع للنادي الاهلي. يمكن احنا حالا دلوقتي كابتن ايمن واقفين امام المقصوره الرئاسيه، عدد من جمهور النادي الاهلي بقى يتوافد، وطبعا ينتظر حضور رفيع المستوى من مجلس اداره النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. ويبقى دائما جمهور النادي الاهلي زي ما تعودنا كابتن ايمن هو اللاعب رقم واحد، وباذن الله التوفيق يكون مع فريق النادي الاهلي واستضاف ثلاث نقاط جديده تؤكد حصول بطل الدوري النادي الاهلي والنسخه 43 ومكانته الطبيعيه على عرش الكره المصريه. طيب هل المدرجات امتلأت بالساعة المقررة للجماهيرين ولا لسه شوية؟ يبدو ان يعني جمهور النادي الاهلي تحديدا كابتن ايمن بنتكلم في ممكن في اقل من نصف ساعه تكون الساعه الكامله الخاصه بالمدرج الثالثه شمال هتكون كامله بجمهور النادي الاهلي، وهي الحصه المخصصه ب 3000 متفرج. جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لك كان بدري جدا موجود، يعني بمجرد فتح البوابات على طول كل الجمهور كان موجود وجاهز جدا لتشجيع ابطال الدوري والاحتفال بالبطوله 43 من ارض ملعب استاد القاهره مع لعيبه النادي الاهلي كابتن ايمن. باذن الله رب العالمين، شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.